هذه هي الصورة الأولى من النموذج الجديد كلياً لسيارة هونداي إيكوس 2016 والتي تسمى لدينا في الخليج بهونداي سنتينيل. السيارة حصلت على شكل جديد كلي وكذلك مواصفات ومحركات جديدة، وهي محرك 8 سلندر سعة 5.0 لتر بقوة 420 حصاناً، وحصلت كذلك على 8 سرعات أوتوماتيكية. تحصل النسخة الأقل من سنتينيل على محرك 6 سلندر بسعة 3.3 لتر، وتنافس إيكوس سيارة لكسس إل إس ومرسيدس إس كلاس، لذلك يجب على هونداي بذل المزيد من الجهود للوصول إليهم والتنافس معهم على المبيعات. الجدير بالذكر أنه متوقع أن تكشف هونداي عن سيارتها قبل نهاية العام الحالي.